وللمزيد من النقاش والتحليل حول الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي ترامب ينضم إلينا عبر سكايب السيد عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية من واشنطن. مرحبا بك معنا. من جديد يحرك الرئيس الأمريكي ترامب مشاعر العنصرية تجاه مكون مهم من مكونات الشعب الأمريكي، فبعد خطاب العنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء يتبنى خطاب أيضا ضد الإسلام والمسلمين في أمريكا، كيف تلقى المسلمون هذا الخطاب؟ بالتأكيد يعني هو الرئيس ترامب لم يغادر هذا الخطاب أبدا منذ تولى الرئاسة. نحن يعني نذكر جميعا أنه واحد من أوائل القرارات التنفيذية الرئاسية كان منع مواطني حوالي 7 دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة تحت ذراء مختلفة. هذا هو خطاب مستمر. كانت هنالك أيضا أزمة عبور مجموعة ليست بالقليلة من مواطني أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، وزج الرئيس ترامب المسلمين في نفس الجدل هذا قبل حوالي يعني سنة من الآن أو يعني حوالي نفس الوقت. يعني يمكننا توصيف أن رئيس ترامب هو شعبوي بطبيعته، populist كما يسمى، ويتبنى الخطاب الشعبوي populist، والخطاب الشعبوي يتواءم مع الكتلة الكبيرة التي يرتكز عليها الرئيس ترامب، وهي كتلة الإنجيليين الإيفانجليست التي تمثل تقريبا بحدود ربع المقترعين، وهو يضمن هذه لصالحه. يعني فكل هذه الخطابات في محاولة منه لجذب من يتعاطف مع هؤلاء الإنجيليين، ولكنه يأخذ منحا مستقلا نوعا ما، فيحدثه أو يتوجه إليه بهذا الخطاب الشعبوي الذي يقدم المسلمين كرهاب وليس كمواطنين، وليس انهم حقيقه ضحايا الارهاب في كثير من زوايا العالم المختلفه ومن جملتها في دول اوروبيه. نعم. هذا يجعل المسلمين هنا في حيره حقيقة. هم يعلمون يعني يعلمون حق العلم حقيقه بانهم لا يتوقعون شهدا وعسلا من بايدن. سيد عبد الوهاب، هل ثمت علاقة بين هذا الخطاب ومحاولة دغدغة أصوات أو مشاعر الصهاينة واليمين المتشدد؟ يعني ألا يستطيع ترامب أن يكسب أصوات هؤلاء وهؤلاء؟ هل يجب أن يخسر طرفا ما حتى يدغدغ مشاعر الطرف الآخر؟ الغريب في الأمر أن حوالي 76% تقريبا من اليهود يصوتون للديمقراطيين ولا يصوتون لترامب. مع كل ما فعله للصهيونية ترامب لم يستطع أن يستحوذ على أصوات اليهود الأمريكان، سواء كانوا من جماعة. إذن عن أن ما يجري الآن هو لمحاولة كسب أصواتهم أستاذ عبد الوهاب، يعني قيل مؤخرا من المراقبين أن ما يجري حتى من مسألة التطبيع ودعم غير محدود للكيان الصهيوني على حساب الشعب الفلسطيني هو من أجل كسب اللوبي اليهودي هناك ومحاولة التأثير في الانتخابات، أليس كذلك؟ لا، لكنه فشل في ذلك. أنا أقول لك الأصوات اليهود الأمريكيين بأغلبيتها باعتبارهم أقلية، أنت تعلم بأن الديمقراطيين هم وعاء الأقليات في الولايات المتحدة. نعم. وهذه الأقليات لديها مجموعة كبيرة من التوصيفات، واحد منها التوصيفات الدينية، يعني الأقليات الدينية والتي يمكن أن يكون يعني المسلمون منها، ومنها الأقليات الأخرى التي هي يعني كالمثليين وجماعة البيئة والليبراليين المتحررين جدا والمتحولين. هؤلاء تقليديا هم من يصوت للديمقراطيين، لأن الديمقراطيين هم اللي يمثلون قوة اليسار في الولايات المتحدة، وقوة اليسار في الولايات المتحدة هنا تعني أنها تخاطب وتحاول أن تحتوي من يتضرر من اليمين الأبيض الواسب، اللي هو اليمين الأبيض الأنجلوساكسوني البروتستانت. نعم. وهؤلاء هم جميعهم تجدهم تحت مظلة الإيفانجليست أو الإنجيليون، يعني مجموعة الإنجيلية.
وكما قلت لك انهم يعني يمثلون حدود ربع الى ثلث المقترعين، وهم مضمونون للرئيس ترامب. نعم. لكن بالمقابل بايدن لديه الفرشة الاخرى، يحاول ان يسبح لكي يحصل على اكثر ما يمكن ان يحصل عليه من 70% الباقي. هل تعتقد استاذ عبد الوهاب ان اصوات المسلمين ستذهب الى جو بايدن وفقا لهذا التحليل؟ احتمال ليس قليل، يعني احتمال كبير. دعني اضيف لك حقيقة اخرى. وجهة نظر الشباب الامريكي الان تبتعد كثيرا عن القوالب الجاهزة التي تبناها الطرفان، تبناها سواء الديمقراطيون او الجمهوريون. الامل ان هؤلاء الشباب بعد كذا دورة انتخابية من الان سيصل العرب والمسلمون الى ان تكون اصواتهم مسموعة، يعني ليسوا كوسيلة او وعاء انتخابي فقط، وانما هنالك ثمن سيتلقاه العرب والمسلمون بعد كذا دورة انتخاب. لا أقول الآن ولا أقول في الانتخابات القادمة، ربما التي بعدها والتي بعدها. ذلك لأن كما قلت لك وجهة توجهات الشباب الأمريكي الجديد تختلف جذريا عن توجهات الجيل الآباء والأجداد الموجود حاليا والذي يهيمن. يعني بايدن وترامب كلاهما من جيل الأجداد الآن، يعني أحفادهم الآن يعني يدلون بأصواتهم. من هنا فإن أنا يعني متأكد من أن عدد ليس قليل من المسلمين سيصوت للديمقراطيين في محاولة لفقط إبداء الاعتراض على الأسلوب الشعبوي المهين الذي استخدمه الرئيس ترامب في وصفه للمسلمين. جزيلا لك يعني السيد عبد الوهاب القصاب زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، شكرا جزيلا.